السلام عليكم ولاد بلادي ومرحبا بكم في كل مكان. يا خويا قال لك تندوف نتاعنا، جاد قال لك تلمسان نتاعنا، زادوا لحقوا الصيف وبالعباس الزليج الحايك، زيدوا شا قالوا ثاني طعام. قال لك المثل الاخرى المروك مذكوره في القران وفي الاحاديث، بصح حمودة يوصل بك الامر تقول بلي الانبياء من المغرب. هنا اسمح لي والله لا غير اسمح لي هنايا اخويا، ديك الدراسه تاع البريطانيين والفرنسيين اللي داروها تاع من هم اكبر شعوب كذبا في العالم، والله ما غلطوا كي صنفوكم الوالغ. المهم اطلق عليا تشوط، اطلق عليا المسك، اطلق اطلق اطلق، شكون وشكاين ثاني؟ اطلق اي شد روحك مليح. زعما يكون نبي الله يونس عليه السلام مغربي؟ هذيك مانيش عارف، كيما قال هذاك الشيباني انت تعرف. خبرنا سيدي، خبرنا انت، هو الحكاوات نتاعنا تاع هذا القرن. أسيدي في المغرب مدفونين الأنبياء ديالنا. ها؟ 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 والله ما والله اسمع والله. إيه في المغرب مدفونين الأنبياء ثاني. والله العظيم ما خليتوا لنا حاجة أسيدي. شكون هما أسيدي هذو شكون؟ قول لي تشو. ومنهم نبي الله دانيال. نبي الله دانيال مدفون في المغرب ياك؟ أي صح ما كاش مشكل. غادي نروحوا لعمي جوجل، أي ونشوفوا وين مدفون ونسقسوه، هما ديجا نواظروا وطاحوا وحده. هنا غادي نكتبوا اين هو قبر النبي الله دانيال. المصدر راه يقول لك مدفون في سوسه تاع ايران، ثاني يخرج تونسي يقول لك راه مدفون عندنا. كملنا مع دانيال، اي صح زيد كمل. شكون ثاني كمل؟ النبي حزقيال صح. اي عمي جوجل ثاني، اين هو قبر النبي الله حزقيال؟ ها هو قال لك مدفون في قضاء الكفل التابع لمحافظة العراق بابل. شبحتونا خرشفة ود عمي، شبحتونا خرشفة، خلا ضربوكم الكلب ابن الكلب وشبحتونا خرشف. صح زيد جيب حاجة جديدة الله يفتح عليك. هنا ديجا المخيخ بدا يطلع لي للمخ زيد. سبحانه وتعالى تيروي القصة ديال نبي الله سيدنا يونس عليه السلام. اخلا ضربوك، ما تقول لي سيدنا يونس من عندكم ثاني، ما تقولها ليش هنعدوك. هاني عدوك ما تقولها ليش يا سيدي. ذا النون او لصاحب الحوت اللي رسلوا الله القوم ديالو اللي كانوا كيعبدوا الاصنام. واه واه على بالي بقصه، ما تقوليش انا غير السفينه تاع سيدنا نوح حطت عندكم، ماني عدوك يا سيدي. فغضب ام شهار في السفينه وكالوا الحوت. ايا الحوت قالوا انه هو الحوت الازرق. الحوت الازرق الا جينا نشوفوا المكان ديال الانتشار ديالو اللي قريب، غيلقاو انه راه ما كاينش نهائيا الحوت الازرق في البحر الابيض المتوسط. وين كاين هذا الحوت؟ زيد بس من هقول لك. الزيت مكان الانتشار ديالو القريب اللي غادي نلقاو هو المحيط الاطلسي اللي هي واجهه بحريه ديال المغرب. والله ما والله اسمع والله هي واجهه بحريه ديال المغرب. ولاد بلادي صاي. لا صاي والله العظيم، هذا هو الحكاوي تاع الف كذبه وكذبه ديال المغرب. خلا ضربوك زيد تشو زيد، انا حلات لي الحاله معاكم اسي والله علم كبير. زيد كمل. ياك متبع معايا يا ودي؟ راني متبع اسيدي، روح مالك زيد. ان القبر ديال نبي الله يونس. خلحتني خلا ضربوك، خلحتني. وين جاي هذا القبر اسيدي؟ وين القبر؟ فين مدفون؟ كاين في المغرب في مدينه سلا. لا لا والله لا بالله والله لا سيقرا، والله لا سيقرا يا ولاد بلادي. لا صاي راني قريب نكفر. لا تجاني توسوس، استغفر الله العلي العظيم. غادي نولي نقول كيما ذاك اللي قال كون غير خلقنا ربي بكري في وقت قريش، بالك الواحد لا جهل يجهل على الصح. كمل اسيدي كمل، انا الطاكوس طلع لي للراس. كمل ورا هاد الشيء اللي قالته مجلة زمان اللي كتهضر على تاريخ المغرب في العدد ديالها بعنوان قبر النبي يونس يوجد بسلا. اودي بالك راهم غالطين يا محمد، بالك يونس واحد اخر. اللي هو سيدنا يونس بن متى اللي خرج من بطن الحوت ولاحوا البحر في واد بورغراك في المحيط الاطلسي. تما راك معمد، بصح كيفاش اقتنعت باللي هو بالذات سيدنا يونس؟ قنعني وقنع الجمهور الكريم. وعلاش كيسميوه سيدي بوخدرا؟ حيت المغاربه تخلطات عليهم شجره النبق مع شجره القرعه. ايه المغاربه تخلطت عليهم شجره النبق مع القرعه، وداروا استنتاج باللي القرعه كلا منها سيدنا يونس. هي كيما هكا هي ونتفنثم. لا زيد مع قرع ونبق زيد مطيشة. خلا داشركم اليقطين اللي مذكورة في القرآن في قصة سيدنا يونس وما جبتهاش، باغي تقنعنا بالخورطين تاعك تقول لا 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 النبق وكذا وكذا وكذا.
اقول اليقطين وراهي وراهي اليقطين. انا خبرني قول اليقطين وراهي يا وليدي خبرني. وحنا هي المغاربه اليقطين شنو تنسميوه؟ تنسميوه السلاوي. سمعت جبت لك اليقطين دروك راه قلت لي نسموه السلاوي. ها ودي الواحد راه مخلط الله يفتح عليكم. خلونا ولا نقول كلمه ما يبقاش واحد هنا. اي والله يا كارثه سيدي سلاوي. لا ما والله خلونا اي من بعد خطره جايه الفيلم تاع سيدنا يوسف قولي تورنو في اكادير. هذا مكان بسلامي والله العظيم.